طيب تعالوا نفتح كتبنا المقدسة تعملوا معروف حتى نتعلم كلمة الرب ونتأمل في كلمة الرب بعضنا مع بعض. ورح نقرأ من إنجيل متى إصحاح 16. يعني اليوم بدي نتحدث عن موضوع اللي شعرت الروح القدس بقوة بيدفعني إنه نحكي عنه عبر الأزمنة كلياتها بحياتنا في الرب. نحن منعلم ومنوعظ ومنشجع المؤمنين كيف يسمعوا صوت الله. مظبوط؟ أنتوا صحين بعدكم؟ صحين. لأنه مهم جدا الإنسان اللي بيعرف يسمع صوت الله وبصير في بينه وبين الله اتصال، وبصير في بينه وبين الله كلام، وبصير في بينه وبين الله علاقة. قال له موسى إن لم يسر وجهك أمامي أو أمامنا فلا تصعدنا منها هنا. يا ربي أنا مستعد أبقى محلي، بس أنا بدي إذا بدك أنا أتحرك بدي أشوفك دائما قدامي. هذا مهم نسمع صوت الله. بس اليوم بدي أعلمكم مش كيف تسمعوا صوت الله، بدي إياكم تتعلموا كيف تسمعوا صوت الشيطان. صدقوني هذا لازم نتعلمه، لأنه الشيطان بيحكي معنا وأمرات ما نعرفش إنه الشيطان. بس بدي نتعلم كيف نميز صوت الشيطان مش بس صوت الله، لأنك إذا بتعرف تسمع صوت عدوك تعرف كيف تحاربه، تعرف كيف تتجنبه، تعرف كيف تميزه. في موهبة بالكتاب المقدس اسمها تمييز الأرواح، بقدر أميز. أمرات بتلاقي إنسان عم بيعمل شيء معين أو تكلم شيء معين أو تصرف بطريقة معينة، أو حتى نبي. مفروض فينا ككنيسة يكون عندنا تمييز الأرواح، نميز هل هذا من روح الله ولا مش من روح الله. ممكن يروح يكون روح ضلال، ممكن يروح يكون روح زنا، ممكن يكون روح ضعف، ممكن يروح أرواح كثيرة. الإنسان المؤمن اللي هو بعلاقة مع الله وبيسمع منيح صوت الله لازم برضو يعرف يميز صوت الشيطان. وتستغربوا هيك الكتاب بعلمنا، ورح نشوف مع بعضنا البعض من إنجيل متى إصحاح 16. تعالوا نفتح مع بعض إلى هذا السفر ونقرأ من الآية 21. ما تقولوش الأسيس اليوم بدي يعلمنا سحر، لا أنا بس بدي أعلمك تسمع صوت عدوك عشان تقدر تغلبه. أمين؟ بس ابتسمولي شوي، شوف في حدا ميت بالبلد وأنا ما قلتليش، بروح بأخذ بالخاطر. مزبوط؟ روح مع بعض كلياتنا وبناخذ بالخاطر. بس إذا فيش حدا ميت تعالوا نفرح بالرب، تعالوا نفرح بالرب. من ذلك الوقت أي 21 ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ. ابتدى يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل. واو واو، يسوع عم بيقول لتلاميذه أنا رح أقتل وفي اليوم الثالث يقوم. فأخذ بطرس إليه وابتدأ ينتهر قائلا حاشاك يا رب. شوف محل الكلام، حاشاك يا رب، حاشاك يا رب، لا يكون لك هذا. فالتفت وقال لبطرس اذهب عني يا شيطان، لأنك معثرة، أو لأنك أنت معثرة لي، لأنك لا تهتم فيما لله بما لله لكن بما للناس. دعونا نصلي. يا رب أصلي باسم يسوع أنك تؤسر أفكارنا تفتحها حتى نقبل ما يقوله الروح للكنيسة. علمنا يا سيد الرب، علمنا يا رب ندرك ونفهم ما هو الطول والعمق والارتفاع حتى نفهم يا رب مشيئتك لحياتنا. علمنا من كلامك، كلامك هو حق باسم يسوع الرب نصلي. وليسوع كل المجد إلى أبد الآبدين. يسوع ينبئ تلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم وهناك يتألم كثيرا. وبقول له من مين؟ رح أتألم من الشيوخ، رح أتألم من رؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، رح أقتل. أنا بدي تتأملوا في الكلمات، يسوع عم بيتنبأ هذا الشيء رح يحصل في المستقبل. مزبوط ولا لا؟
بس شوفوا دقة النبوة، وهي هي النبوات الحقيقية. النبوات الحقيقية مش بقول لك سيباركك الله وسيرفعك وسينزلك ويأخذك ويجيبك، هذا كلام بينفع الكل. في حدا الله مش رح يباركه؟ الكتاب بقول الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات. أنا مبارك، ولكن يسوع الكلام اللي بيتكلمه كلام واضح، أنا راح أورشليم وهناك راح أتألم من الكتبة، من الشيوخ، من الكتبة، وراح أقتل. أوضح من هيك ما فيش. صلي يا ربي أعطينا أنبياء واضحين بهالطريقة هاي. أعطينا أنبياء واضحين. صلي يا ربي، يعني شو رأيك يا ربي، يعني هذا الوقت إني إسا أتجوز ولا أستنى؟ بيجي واحد بقول لك أنا شايف عروس. شو يعني أنا شايف عروس؟ شو بتزبط على كل واحد؟ وأنا شايف عروس، روح على السهرات كل يوم في عروس هناك. سؤال، أنت شايف عروس لإلي ولا لا؟ هذا السؤال الواضح، مزبوط ولا لا؟ يسوع كان رجل واضح، ما كان شيء يغش الناس. واحد، اثنين، ثلاثة، دغري، هذا هو الكلام. لا أنا شايف عروس ولا أنا شايف عريس، واضح. لا لا. طيب من بعد هيك، واليوم الثالث يقوم. شوفوا التحديد. بس بطرس بقول أخذوا بطرس إليه وابتدأ ينتهر قائلا حاشاك يا رب، حاشاك يا رب، يعني بالعبراني خاص في خليل، خاص في خليل. إيه أنت تموت دخلك يا رب؟ لا، في شيء عاطل بالكلام اللي بحكيه بطرس، ولا كلمة عاطلة. واحد بقول له حاشاك، يعني بعيد عنك، بعد الشر. ومش بقول له بعد الشر يا رب كمان، يعني عم بقول له يا رب حاشاك يا رب، حاشاك يا رب، لا يكون لك. أي أنت تقتل، أنت تصلب، أنت يضربوك الشيوخ والكتبي وهدول الكهني يقتلوك، كمان رح تموت وتقوم باليوم. مستحيل يا رب. فيش واحد بقدر يقول على هذا الكلام فيه غبرة. بس يسوع بينظر إلى بطرس وبقول اذهب عني يا شيطان. تعرفوا ليه يا أخوتي هيك بقول يسوع لبطرس اللي بنسميها بالمعنى الأول؟ لأن يسوع ما سمع صوت بطرس، سمع صوت الشيطان من خلال بطرس. بطرس بنادم أروع من هيك ما في، ولا رح يكون أروع من هيك. والكلام اللي عم بحكيه قمة الطيبة والإنسانية. بس هذا الكلام الطيب يسوع شعر واو، الشيطان عم بقول له ما تروحش على الصليب. وهنا صار في حرب، أروح ما روحش، حتى تلاميذي شفقانين علي، تلاميذي مش قادر، حشاك يا رب، لا يكون لك هذا. كلام رائع، بس عارف إنه هذا مش بطرس، هذا الشيطان عم بحارب قلب يسوع. ولو يسوع ضعف، لو يسوع رد على بطرس، كان أنه ياك اليوم بجهنم والبشرية كلها بجهنم. لو يسوع غير طريق الصليب، لكلياتنا في بؤس وشقاء. لو يسوع غير هذا الكلام هذا اللي حكاه، اني انا ذاهب للصليب، اني انا ذاهب لاموت، كان 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 خطة الله للإنسانية كلها بتفشل. ومن مين اجا الشيطان؟ من كلام طيب انساني بمنتهى الرقة، من انسان قريب عليك. بس يسوع عارف انه هذا صوت الشيطان. شو عرفك؟ انه بيعرفه للشيطان. واحنا كمؤمنين مفروض نعرف الشيطان، مساكين منكون اذا ما نعرف مين هو، مساكين. يسوع قال اذهب عني يا شيطان لانك ايه؟ معثر لي. يعني انت راح من ايش راح يعثرك؟ انت راح تعثرني من اكمل الطريق للصليب. وعشان تستغربوا يا اخوتي، الشيطان ممكن يجيك من خلال انسان قريب عليك، يجيك من انسان طيب، يجيك من انسان صالح زي بطرس، انسان رائع حب يسوع من كل قلبه. الوحيد اللي استرجع يدافع عن يسوع هو بطرس، مش مسك سيف مع انه كله غلط، بس هذا بيعبر عن الانسانيه والحب الحقيقي. لو انا كنت بطوشي انا والاخ مروان وهجم على الناس، اول شيء بيعمل شو بسوي؟ لا
نفلخ مزبوط. لا بعود يعرفني ولا بعود أعرف، أنا بمزح بس مزبوط. يا ناس هربت وقت الطواش، وتخيلوا جايين يصلبوك وجيوش. يا حبيبي الوحيد اللي استرجى يوقف لأجل معلم هو بطرس. إذن مش الموضوع بطرس، الموضوع الشيطان. ولازم يا أخوتي نفهم أن الشيطان بيحكي، والشيطان مش ساكت، والشيطان فعال أكتر من الكنيسة وأكتر من كتير مؤمنين في وسطنا. إحنا مننام هو ما بينام، إحنا مبعثرين هو منظم، إحنا ما عندنا خطط وعايشين على البركة، ومن في كل يوم نطلع منه مش عارفين نساوي. هو عنده خطة مدروسة محكمة لهلاك بني إنسان. ودلكم إشي الشيطان عم بيقدر يعمل إيش بده، عم بيقدر. طلعوا برا، طلعوا بالتلفزيون، شوفوا أخبار اليوم، هاي خطط الشيطان. تعرفوا ليه؟ أنه الكنيسة مش صاحي كفاية للشيطان، مش صاحي. اذهب عني يا شيطان لأنك أنت معثرة لي. تعرفوا أقولكم إشي، أحكيكم بوضوح. كنت واقف مع شخص وبتحدث أنا وياته، وحكاني كلمة سمعت صوت الشيطان من خلالها. هذا الإنسان مش إنسان شرير، هذا الإنسان مش إنسان عاطل، بس الكلمة هاي زي قال لي كلمة، قال لي أنت راح تفشل. طلعت عليه، لا ما ليش أنت راح تفشل، سوري. قال لي أنت مش راح تنجح. ما بعرف ليك، حسيت جسمي ارتجف جواتي وزي قلبي هبط. واو، أنا أفشل ليه يا رب؟ ليه مش راح أنجح؟ طلعت عليه كمان دور، صدقوني شفت صوت الشيطان من خلاله. طلعت عليه قلت له أنا مش راح أنجح، أنا ناجح، أنا ناجح بالمسيح. مش راح أنجح، قول أنا ناجح بالمسيح. مش راح أتبارك، أنا مبارك بالمسيح. مش راح أصير أحسن، أنا أحسن بالمسيح. أنا غني بالمسيح، أنا قوي بالمسيح، أنا قادر بالمسيح، أستطيع كل شيء بالمسيح الذي يقويني. مش بحاجة لشهادتك يا إبليس. بس صدقوني فاتني خوف هيك. لا، أنا بحكيكم على ثواني اللي أنت مش راح تنجح. وقفت هيك وطلعت هيك وقلت له أنا ناجح. بس صدقوني يا أخوتي، ميزت هذا الصوت اللي كان هدفه يدمرني. وياما أمرات نسمع من ناس، حتى أخوتنا، حتى أمرات أخوتنا بالكنيسة، بحكي كلمة ممكن تنهد، ممكن تفشل، بطل لك نفس تخدم الله، ممكن تفقد حماسك، في البعض ممكن يفقد إيمانه. مش قصده، بس الشيطان بيعرف يحكي ويأخذ كلمات. هاي الكلمات طلعت من فم أخوك والشيطان يعثرك فيها. أنت معثرة لي، أنت معثرة لي. بإنجيل متى الإصحاح الخامس الآية 33 بقول ل37، سمعت ما نقيل للقدماء لا تحنث، يعني ما تحلفش، بل أوفي للرب أقسامك. وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة، لا بالسماء لأن كرسي الله، ولا بالأرض لأن موطئ قدميه، ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم، ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة بيضاء أو سوداء، بل اسمع الكلمات، بل يكن كلامكم نعم نعم لا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. يعني أمرات إذا بنحكي إشي أكتر من نعم وأكتر من لا، هذا بيكون كلام من مين؟ من الشرير، وضعه في فمك وفي فمي. وأمرات لما نقعد نجرجر على بعض الإخوة وعلى بعض الخدام وعلى بعض الخيات وعلى هذا وعلى هذاك، هذا أمرات بيكون كلام من الشرير. شو عرفك؟ لما تصير تعرف تسمع صوت الشيطان بتصير تميزه. أنا بتذكر مرة هون علمت كيف نسمع صوت القدير، وعطيت مثل، قلت إذا أنا اليوم بتصل تليفون بأم مروان ولا لو كيف الحال، بحكوا معك من الضريبة، بتصدقني لأنه بحياتي ما سمعت صوتي بالتليفون مثلا، مزبوط ولا لا؟
يا ما ناس شو بتزورون يمزحوا معنا، شو الأخبار، شو عامل، مين بحكي، مش عارف، لا مش عارف، كيف بدي أعرف، ما بحياتي ما سمعتك. بس لما بقول لك مين، تاني مرة تالت مرة بس يقول ألو، أخي يوسف. أنا بس يقول أبو دياب إيش قسيس، فيش حدا بكل الكرة الأرضية بيقول لي قسيس غيره، كيف بديش أميز صوته، مزبوط ولا لا؟ مزبوط. تصلى عيد الميلاد بقول لي إيش قسيس، يعرف مين بحكي معك. هي أول ما تعرفنا قلت له خيا بكل العالم فيش واحد بيقول لي قسيس غيرك، بسيطة. بس حتى لو ما عرفتش أول مرة، تاني مرة، تالت مرة. أنا بتذكر بنتي وهي صغيرة حتى يرن حدا تليفون ترفع، ألو شاكو، ألو مش عارف مين، تعرف. كيف نعرف؟ لأنه سمعنا أول مرة، سمعنا تاني مرة، سمعنا تالت مرة، صرنا نميز هذا الصوت. لما تبدأ تميز صوت الشيطان برضو، أول مرة يمكن ما تزبطش معك، تاني مرة، بس لما تعرف أنه كلام الشيطان وكلام الشيطان بيجي سلس أمراض زي العسل. حتى سفر الأمثال بيخبرنا عن المرأة الزانية أنه كلامها إيه؟ سلس زي أنعم من الزيت، طري، حنكها طيب، كلام حلو. بالآخر بتجر الزلمة لوين؟ مثل الشاة ومثل العجل التور يجر على الدبح. كلام حلو، بس أمرات لازم يتميز إنه كلام مش من الرب، ما تنغشش. أمرات حتى ممكن يكون كلام إيجابي، أنت بطريق منيح، كمل كمل، منيح منيح منيح، بس هاي الطريق بقول عاقبتها طرق الموت. أمرات بنقعد نحكي حتى إحنا المؤمنين كلام بضعف في ألسنتنا الشيطان، حتى لو هذا اختراعي بس الشيطان بيستخدمه، وبيستخدمه حتى يهد أخوي ويفشله. تعرفوا بسبب كلمة ناس بتروح على مستشفى؟ تعرفوا أنه بسبب كلمة خدمات وقفت؟ تعرفوا بسبب كلمة أسس وخدام فشلوا، سلموا البضاعة، قالوا عيب علي إذا بعد أخدم الرب؟ بسبب ناس، كلام الشيطان كلم لقلوبهم. ما كنتش محصن، ما كنتش حذر أسمع أنه هذا الصوت بقول لك تحاولش، علاقتك مع مرتك بس فيها فشل وتلاقي طلاق صار، تلاقي طلاق، تلاقي انهدام، تلاقي خراب خراب خراب. للأسف إبليس بيحكي كتير ونحن بنسمع له كتير، وأمرات بننقل كلامه لبعضنا البعض، عشان يقول ما زاد على ذلك. يعني مفروض أنت وأنا نحكي الكلام اللي من الرب، واللي بيزيد على هيك هو من الشرير. أصدق لكم من خلال هالآية أمرات في كلام بيجي من الشرير، مزبوط ولا لا؟ مزبوط؟ طيب. إبليس بيستخدم أعز وأقرب الناس حتى يهاجم المؤمن، وبنعطي مثالين من الكتاب المقدس. أول شخص هو عن داود. تعالوا نفتح على سفر صموئيل الأول، وتعال نقرأ من الإصحاح 17. كنا بنعرف أبو داود اسمه يسى، كان عنده أولاد، وأصغر واحد أصغر واحد كان اسمه مين؟ داود. حتى لما إجا صموئيل يمسح ملك على إسرائيل، ولا حتى الأبو ما فطنش بهالولد هذا، يعني مش معتبر، ما إله أي قيمي. قال له صموئيل هدول هني ولادك؟ قال له فيش هذا، قال له مبلا مبلا في واحد بالحقل صغير. قال له طب روح يجيبوا لياته. راحوا جابوا لداود، قال له هذا اللي راح يكون ملك. طب وهدول العظماء رجال جيش حرب، أقوياء أذكياء حكماء كلهم مدربين، جايب لي بدك راعي عنزي يكون ملك على إسرائيل؟ قال له هيك بده الله، لأن الله ينظر إلى القلب، إنسان ينظر إلى العينين. أمين. طيب تعالوا شوي نشوف إيش صار مع داود هذا، شوف كيف كمان الشيطان هاجمه من خلال الناس اللي حواليه. صح 17، ورح نقرأ من الآية 17. لما صار في حرب بين إسرائيل والفلسطينيين، لما بقول فلسطينيين الكلمة العبرية فلشتيين، مش بالاستينيانز يعني أبو مازن ومش عارفين الجماعة هدول أنا وياك، لا لا لا، مش الفلسطين أنا وإنت، لا لا لا، عم بحكي على شعب كان ساكن في البلاد اسمه فلشتيين، بس ترجموا للعربي الفلسطينيين. يا حرم الفلسطينيين، مش طالعين ببيض الوجه ما حدا حتى هون، بس مش هاي المشكلة. القصة انه صار في حرب بين اسرائيل وبين الفلسطينيين،
وكان في واحد جبار ضخم مخيف اسمه جوليات قاعد يعير صفوف إسرائيل، جيبوا واحد يحاربني، جيبوا 40 يوم كل يوم يجي يسب عليهم، ولكن فيش فيكم واحد يجي يحاربني. والجنود قاعدين هناك، جيش قاعد مصفصف خيام وبشوا وبوكلوا بيستنوا مش مسترجين حتى يبدوا الحرب. ليه؟ فيش حدا بعد 40 يوم ينزل يحارب هالجوليات. يسا عنده أولاد بالجيش هناك، جاب داود قال له يا داود يا راعي المعزة خذ لك شوية أكل مع شوية جبني. يا تعالى قال يس لداود ابنه خذ لإخوتك أيفة من هذا الفريك. تعرف شو الفريك؟ فريكي نحن منقوله. أيفة من هذا الفريك وهذا العشر خبزات، وارقد إلى المحلة، يعني وين حلين يعني وين المخيم، إلى إخوتك، وهذه العشر قطعات من الجبن، جبنة بيضة آخر ألسطة، قدمها لرئيس الألف وافتقد سلامة إخوتك وخذ منهم عربون. يعني بدي إياك تروح تطمن على مين؟ على إخوتك. بس يعني جيب منهم عربون يعني عشان جيب لي علامة إن هن بعد ناح. شوفوا ما أطيب العمل وما أنظفه، إنه داود راح شو يعمل؟ يتفقد أحوال إخوته. فيش عاطل بهذا؟ فيش إيش عاطل. ومين طلب منه؟ أبوه. طيب شوفوا راح نقرأ الآية 28. سمع أخوه الأكبر إلياب كلامه مع الرجال، يعني داود راح، عشان بديش أقرأ لكم كل داود راح لهناك وشاف هالجنود بدل ما يحاربوا قاعدين بيلعبوا شيش بيش بيشربوا قهوة مش برج يرجوا من الخوف، وكشو السيري هلا في هناك واحد ضخم مخيف عم بتحدانا وبعيرنا بإلهنا كمان، وين إسلامكم؟ وين جنودكم؟ ومش حدا مسترجي، فعشانك مش مثلنا 40 يوم ملطوعين هنا مش مسترجين نتحرك. بس هذا قال الملك شاول بقول اللي بيروح بيسترجي حاربه بدي أعطيه مصاري وبدي أعطيه حتى بنتي مستعد أعطيه، بس حدا من هالبلد يروح يوقف قدامه؟ ما في حدا. فعم بتسمع داود على القصص هاي، وبعدين راح جماعة تانين يتسمع كمان نفس القصة حتى يأكد صحتها. أخوه الأكبر إلياب سمع كلامه مع الرجال لداود، فحمي غضب إلياب على داود وقال لماذا نزلت؟ يعني شو جابك؟ تتذكروا شو جابه؟ قال يطمن عليه، ناخذ له شوية جبني للرئيس الألف عشان يبخششه عشان يفوته هناك ويطمن، بس جيب لهم خبز وجيب لهم أكل وفريك. قال لماذا نزلت؟ وعلى من تركت تلك الغنيمات القليلة في البرية؟ بتعرف شو عم بيسوي إلياب؟ عم بيحتقر أخوه. فاك أنت تبع المعزة، حتى المعزية تبعتك مش قادر تأخذ مسؤولية. قال لماذا نزلت وعلى من تركت تلك الغنيمات؟ ما كانش عنده غنيمات قليلة، بس عشان يورجيه أنه هو بلا إيمي، يورجيه أنك أنت ما في لك إيمي. كمل معي. أنا علمت كبرياءك وشر قلبك، لأنك إنما نزلت لكي ترى الحرب. شوف الكلام اللي بيوجهه هذا الإنسان لأخوه. شو قال له؟ أول شيء احتقروا. يعني بقول له يعني أنت تبع معزة، أنت شو جاي على الحرب هون؟ جاي تتفرج على الحرب؟ وك شوية معزة أعطيناك مش عارف تدبر حالك فيهم. مش بس هيك، وهذا كله لأنك أنت كبرياء فيك. أنا ما شفتش في كبرياء داود، داود راح يطمن عليه. بس شوفوا أمراض، أنت تيجي تعمل منيح والناس بتجرحك والناس تتكلم كلام من الشيطان. هذا الكلام كان ممكن يهده لداود، تعيير، احتقار. رح نشوف كمان شوي إشي أكتر. ولكن نشكر رب لأجل داود اللي ما فشل. خبرنا الكتاب في آية 41 عن جوليات الجبار، هذا بقول ذهب الفلسطيني ذاهبا واقترب إلى داود. لما داود إجا عند شاول قال لهم أنا بدي أنزل أحاربه لهذا، فيش واحد فيكم زلمة؟ أنا بدي أنزل. إحنا بنعرف إنه داود نقلوا 5 حجار من هالشكل على فكرة، هياتهم
5 حجار ملس من الشكل، وكان معاه شقفة مقلاعة بحطوها هيك بشقفة الشريطة مربوطة خيط، وبيبدأ يعمل هيك. هيا شو عرفك يا داود على المعزة؟ الغنيمات هدول اللي احتقرني أخوي عشان هن اللي علموني استخدم هذا الحجر. راعي معزة هي بدك بسيب لك دانة للعنزي، مدربين بيكونوا قاعد ما بيعمل لك اللي هو صايب لك عنزي، بترجع العنزي متدرب. الله وين تدربوا؟ عند المعزة، ما دربوش عند الجنرالات والكليات والدشات الضخمة، جابوا عند العنزي، تعلم من العنزي يستخدم الحجر. فعشان هيك بقول قال له أنا راح أروح أحاربه. طيب بقول ذهب الفلسطيني ذاهبا واقترب إلى داود والرجل حامل الترس أمامه، يعني جوليات ماشي وفي كمان واحد حامل له الترس وداود جاي له مع أكم من حجر. بدي نكمل، تعال نشوف شو القصة بتقول. ولما نظر الفلسطيني ورأى داود استحقره لأنه كان غلاما شاب صغير وأشقر وجميل المنظر. يعني لو احنا اليوم قال له لك انت جاي تحرقني، روح انت بتنفع عارض ازياء انت مش نهاية تحارب. تخيل واحد اشقرانك حلاوة وهيك قاعدين وابصر شو هيك طيب ونغنوش وبيعمل بايديك وجاي لي جاي طلع علي شو جاي لي ترطرت قدامي. قال واحتقروا استحقروا لانه كان ترش عن استحقروا ها استخفي وقطع من قيمته ها صار يمكن يتخوت عليه. ولكن انت بتنفع انت؟ انت فيك قوة انت؟ انت عامل لحالك طلع المنظر هذا. ايام ايام ناس بتحقر فينا بتوطي فينا وتجرح وتكسر فينا. انت بحياتك ما رح شو اصلا انت بتعلمي شيء انت؟ بتنفع ليش انت؟ ليش مين ابوك؟ مين امك؟ مين جدك؟ مين خالتك؟ مين عمتك؟ معك مصاري بخلال؟ عايش بفكر تعمل كل هذا؟ بصير انسان يشعر انه صغير. وإبليس أمرات بيحكي معنا بهي الطريقة إنه يخلينا نحتقر نفوسنا. ليه؟ لأنه استخدم أول إشي أخوه، بعد ما يستخدم العدو حتى يوطي منك. وعادة ياما الإخوة بتتفق مع العدو. يا شوفنا هون بصير أمرات بصير المفروض الأخ يحضنه يقول له يخلف عليك حبيبي شكرا لأنك أنت جاي تسأل علينا، بس أهرب أهرب منهم. شو بدك؟ خلينا أنا بموت، أنت روح روح عند أبوي، دير بالك أبوي، دير بالك على الغنمات اللي عندنا ما فيش عندنا رزق. هذا مفروض أخو يحكي كبير مش يحتقر يقول له مليء كبرياء. ولكن العدو بيحتقر داود. وشوف شو كمان بقول لي الكتاب، تعال نكمل أي 43. وقال الفلسطيني لداود ألعلي أنا كلب حتى أنك تأتي إلي بعصي وحتى مش حامل سيف؟ أنا كلب. ولعن الفلسطيني داود بآلهته، يعني صار يسب على ربنا. وقال الفلسطيني لداود تعال إلي فأعطي لحمك لطيور السماء. شو هذا عم بيستخدم إسا؟ أول شيء ابتدى بالاحتقار، إسا التخويف، فوت الخوف بالقلب. بلكي فشلنا، بلكي ما قدرتش أوقف، بلكي مرضت، بلكي موتت، كيف مين دي علم؟ مين دي سد ديوني؟ كيف مرتي بدها تاكل؟ ده صابني مصاب. بتلاقي الإنسان هبط. مرة كنت قاعد مع إنسان بقول لي أسيس يعني شو هذا الاستوديو اللي عمرتوه؟ يعني هذا مصروف كبير. قلت له لا نشكر ربنا مصروف كبير، بس بقول لي كيف رح تقدر تجيب المصاري؟ قلت له بعرف إيش الله جاب المصاري بقبلنا. قال يعني معاكم تدفع؟ قلت له الحقيقة معناش، بس نحن عم نصلي إنه يصير معنا. قال يعني مش همك أنت مش خايف؟ قلت له مزبوط، بكون عقلي مخبوط إذا بخاف، لأنه خلال السنين هاي كل الوقت الله كان يعمل والله أعطانا كل هذا. إذا أنا بكون بس خابط بعقلاتي إذا بخاف إنه الله رح يزتنا بالآخر. بس تعرف خوفني كفي شعر قاعد تتخيل واو بتصطولي من البلدية بدون مصاري، بتصطولي من وين تدفع عارب؟ تعرف شو قلت له؟ اذهب عني يا شيطان لأنك ما اعترت لي. لو ده عاد أفكر كيف أنا ده حسبها بدها تهبط إجراي. وهذا اللي عملوا هنا، احتقروا بعدين رحبوا.
استخدم أسلوب التخويف. عشان يكشبوا الكتاب أي 45 قال داود للفلسطيني: أنت تأتي إلي بسيف وبرمح وترس. تعرف الحقيقة مين الخايف؟ جولييت. لو أنت شايفه شاب صغير وجميل المنظر وعاد تحتقر أنه بلاقيم ومعاه عصاي، طب وليش بعدك ماسك السيف والترس والرمح؟ طب إيش لح خلينا أشوفك؟ مزبوط ولا لا؟ إيش لح خلينا أشوفك؟ بس لأنه فاجأه. وعلى فكرة هيك إحنا منفاجئ الشيطان لما نجيله بالأشياء اللي ما عندنا، لأنه بقول الكتاب اختار الله جهال العالم لكي يخزي الحكماء، اختار الله ضعفاء العالم لكي يخزي الأقوياء. إبليس بيرتعب لما يشوف واحد صغير بيتحرك، إبليس بيرتعب لما يشوف كنيسة بتآمن إشي كبير، إبليس بيرتعب لما يشوف مؤمن عنده إيمان لإشي كبير والإمكانيات تسمحش، لأنه هذا إشي مش حسب الخطة تبعته. شنك بقول لدود: هل أنت تأتي إلي بسيف ورمح وترس، وأنا أتي إليك باسم رب الجنود إله صفوف إسرائيل الذين عيرتهم. كلنا بنعرف القصة، داود مسك هل المولعي ما خبط ولا يبنص راسه، وقع على الأرض. إجي لعنده داود ما عش حتى سيف، كان أخذ سيف جولييت وقطع راسه وحمل راسه ووداه للملك شاول بنفس السلاح اللي جولييت هاجم داود، داود استخدمه حتى يقتله. بنفس السلاح اللي إبليس بهاجمك فيه يعطيك الله القوة حتى أنت تقضي عليه باسم يسوع. ولكن بدي تنتبهوا لأصوات الشياطين اللي حكت لداود بهذه المواقف. من خلال أخوه احتقروا، أبو المعزة فشلوا، تاموا بالكبرياء، شتموا، تاموا بأشياء حتى ما أصاد داود جاي بقيبة القلب. كلمات من الشكل: شوفوا جولييت استخف فيه، استخف في قوته. شو قال له؟ أنا كلب؟ يعني واحد زيك بينفع يجي لكلاب مش لإلي. مرات الشيطان بيحكي معك ومعي بنفس الطريقة حتى نفشل، حتى ننهدم، حتى نوقف. بس داود قال، بقول: أما أنا فأتيك باسم إلى رب الجنود الذي عيرت صفوفه. تشدد بالرب إلهه. أمين. خبرنا الكتاب يا أخوتي النصرة كانت رائعة بس بسبب إنسان وثق بإلهه، بنفس الوقت ما أعطى الكلمات تبعت الحواليه تعيير أخوه الكبير، تعيير العدو والعملاق والاستخفاف والاستحقار. تعرف عشان هيك بإنجيل متى إصحاح الخامس شو بقول؟ الآية 22، تعال نقرأ مع بعض هاي الآية. وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، ومن قال لأخيه رقى يكون مستوجب المجمع، أو يكون مستوجب الحكم، ومحل تاني بقول المجمع، وين أنا؟ رقى يكون مجمع. ومن قال لأخيه إيه يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. ولا من قال لأخيه، أو من غضب على أخيه بطن يكون مستوجب الحكم، ومن قال لأخيه رقى يكون مستوجب المجمع، ومن قال لأخيه يا أحمق يكون مستوجب نار. ليه هذا مستوجب نار جهنم؟ لأنه وكأنه بيحتقر أخوه، ترق، أنت أحمق، ما بتسوى، مش رح تنجح، ما فيش فيك قيومي، أنت ولا شيء، أنت فاضي، انت مخادع، انت كذاب، انت ايه؟ هذا احتقار للانسان. وعد من الشكل بقول عنه الكتاب يكون مستوجب نار جهنم. مش بس العدو عمل هيك مع داود، بخبرنا الكتاب في سفر نحمية
افتحوا معي نحمية 4، رح نقرأ آيتين من هناك. لما نحمية كان أسوار أورشليم، العدو هد أورشليم، خرب الدنيا، أسوار أورشليم كلها منهدمة، شخص مبارك اسمه عزرا وشخص آخر اسمه نحمية، الله أعطى لنحمية رؤية كيف يرجع يبني أسوار أورشليم. مدينة من غير أسوار هي مدينة إيه؟ يعني مقتحمة، مدينة ما في إلى أي حماية. فنحم يا راح، وما بدنا نطول الموضوع، راح وصلى وشاف رؤية كيف لازم يعمر أسوار أورشليم. بالبداية صلى للموضوع وشارك الرؤساء، بعدين شاركوا الشعب. خبرني الكتاب إنه الشعب بلش يبني الأسوار حتى يحمي حاله من العدو، بس كل واحد يعمل شيء، واحد يعمل حد بيته، واحد حد الشباك تبعه، واحد الباب، واحد الشباك، واحد هيك، واحد هيك. والكتاب بخبرنا بسفر نحمية كل واحد إيش عمل. بس لما العدو شاف الشعب عم بيبنوا الأسوار ارتعب واستخدم نفس الأسلوب حتى يخوفهم ويرعبهم ويفشلهم. كلام كان كلام الشيطان. اسمعوا شو بخبرني الكتاب في الآية الأولى من الإصحاح الرابع. لما سمع صنبلط أننا أخذون في بناء السور غضب واغتاض. ليه؟ لحديت اليوم لما بتيجي الكنيسة بدها تحوط على حالها وتبني الثغرات، وين إبليس استطاع يهدلنا حيطون، يهدلنا حنات، والعدو عم بهاجمنا، مفروض الكنيسة تتجمع مع بعض وترجع تبني الأسوار حتى إبليس ما يقدر يخش، مظبوط؟ بس لما سمع العدو كنيسة العهد الجديد عم تبني أسوارها، ولا أورشليم عم تبني أسوارها، ولا عيلتك عم نبني أسوارها، ولا حياتك عم تبني الأسوار فيها، يعني إذا أنت بنيت الأسوار أنا مش راح بعد أقدر أفوت، مش راح أقدر أهاجم. عشان هيك لما سمع صنبلت أنا ناخذون في بناء السور غضب واغتاض كثيرا وهزأ. طب كيف واحد غضبان بهزأ؟ ما هو لما خاف ابتدى بنفس الأسلوب أن يستهزئ فيك ويحقر فيك ويستخف بمقدراتك. ولكن أشكر الرب لأجل واحد زي بولس قال تكفيك نعمتي. الرب قال له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف فيك تكمل. أنه حيثما أنا ضعيف هناك أكون قوي. فالآية اللي بعدها بخبرنا الكتاب تكلم أمام إخوته وجيش السمر وقال ماذا يعمل اليهود الضعفاء؟ أول شيء شو هزأ بهم، ثاني شيء صار يعيرهم. هذا اللي هذا بتأتئ، قالوا له لموسى هذا بتأتئ، هذا أعور، هذا هيك، هذا مش متعلم، هذا بأعرج. بصير إبليس يستخدم كلمات حتى يطلع الأشياء اللي إحنا بنعاني منها، مظبوط. إبليس ما بيهاجمك بضعفك، إبليس بيهاجمك بقوتك، بهجمك بضعفك، عشان يكسر سمين ضعفاء. هل يتركونهم؟ هل يذبحون؟ هل يكملون في يوم؟ قال كل شيء بده يخلص بيوم. هل يحيون الحجاره من كوم التراب وهي محرقه؟ حتى الحجاره محروقه، اي شو شويه تراب بده يعملوا منها سور؟ يعني عم بيورجيهم الامكانيات اللي عندك ما بتكفي تعمل إشي صغير، ما بتكفي، مش معقول. أي ثلاثة، وكان طوبية العموني، يعني من الأردن هذا، من بني عمون، بجانبه فقال إنما يبنونه إذا صعد تعلب في أنه يهدم حجارة حائطهم. يا الله يا الله، يعني شايفين بتطلع على حيث سوار أورشليم ضخمة، هل هذا شايفين هذا اللي عم بعمروه التعلب اللي بيطلع من بوقه؟ يعني هذا كله حكي فاضي، بكره بنشوف، بكره بيفشلوا، بكره بتخرب الكنيسه، بكره بتنهدم الكنيسه. اي ما راح يندهم غير عقلاتك، لانه كنيسه المسيح بقول الكتاب ابواب الجحيم لن تقوى عليها، ابواب الجحيم. ف صعد عليه تعلب فانه يهدم حجاره، تعرف شو الهدف؟ حتى الناس عم تبني وبسمع الكلام هذا، ولا اذا كل عم يشتغل هذا التعلب بده يوقعه. طب بلاش، ليش انت عاملين حالنا مثلا؟ هيك الناس تتراجع. في ناس تيجي تقول لا أنا بدي أبني، في ناس تقول لك خليني مرتاح، ناقصني مشاكل، ناقصني تعالب، ناقصني أعداء قاعدين برا بتنقمونا وبيحتقروا فينا، بكفيني خلص، خليني أخذ لي بريك لأن تتخلص المواضيع. في ناس تقول لا لا لا، أنا مستعد أموت لأجل الخدمة، مستعد أموت لأجل المسيح، مستعد أموت وما بدي أسمع صوت المعير هذا
المشتكي على إخوتنا. المشتكي على إخوتنا. مين هو هذا المشتكي؟ شو؟ ها؟ طيب. فقال له بأي أربعة: اسمع يا إلهنا لأننا قد صرنا احتقارا، شوف كلمة احتقارا، ورد تعييرهم على رؤوسهم، واجعل نهبا في أرض السبي، واجعلهم نهبا في أرض السبي، في أرض السبي. يا أخوتي، حتى نحن يقول يا ربي قد صرنا احتقارا، احتقرونا، ولكن يا رب رد تعييرهم. إذا شعرت حالك محتقر، إذا شعرت حالك العدو وطم منك، العدو فشلك، العدو يستخدم ناس قريبين عليك حتى يخوفوك، حتى يفشلوك، حتى يضعفوك، حتى تهد عزيمتك، حتى ما تكمل، بدي أقول لك ما مش أخوك هذا، مش مرتك ولا جارك ولا حدا. في قوة هناك وراء كل هذا، عدو النفوس. داود هذا مش أخوه، هذا أخوه بسيط بحبه لداود، بس الشيطان بيحكي أمرات من خلال الناس. حكى ليسوع من خلال بطرس، حكى لحواء من خلال الحي. شو الحي؟ في ايش الحي؟ في ناس بيمسكوا حياة بحطوا عربيتهم بيلعبوا فيها وبينيموا على التخر وزرجي. بس إبليس حكى لحواء من خلال الحي: أحقا قال الرب لا تأكلوا من كل شجر الجنة؟ لا قال بل نأكل، ولكن من شجرة معرفة الخير والشر لنأكل. لأنه عالم أن يمكن تأكلان تصيران مثله. واو. فأخذت المرأة من ثمر الشجرة، أكلت وأعطت رجلها، وسقط الإنسان. تعرفوا ليه؟ مش الحي اللي ورا الحي، مش أخوك اللي ورا أخوك، مش ابنك اللي وراه، حتى لو أنه إنسان طاهر ونظيف، بس أمرات إبليس بيحكي كلمة بنادة ما بيكون قصدها، بيأخذ الكلمة داي وبيهدمك فيها، وبيهدمك. عشان هيك بقول الكتاب المقدس في رسالة أفسس: حربنا ليست مع الدم ولا لحم. نحن لما أبو مروان بيوجه كلام لإلي وهيك بشعر حالي احتقرت أو فشلت، بصير أحارب أبو مروان، بقول لك استنى شوي، ميز، أنا مش أخوك. هذا إبليس اللي استخدم كلامه، لأنه أخوك نفسه مستعد يعزمك على العشاء ويطعميك ويعبطك. وإذا كان عندك مشكلة، أمرات نجهل هاي الكلمات. عشان هيك قال إن حربنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة هذا العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. حربنا مع الشيطان يا أخوتي. عشان هيك أنا بدي أفتح قلبك وأفتح عينك، بس تبدأ تميز وتصلي: يا رب أعطيني أميز مين وراء هاي العملية، مين وراء هذا العدث الحدث، مين وراء هاي الكلمات. أعطيني أميز. دير بالك إذا فشلت بسبب إنسان، سامحه، لأنه زي ما أنت فشلت هذا هو متفشل. على فكرة واحد فاشل بفشلك، واحد ناجح بفشلكش، لأنه الفاشل بدي إياك تكون زيه، والمريض بدي إياك تمرض زيه تروح معاه، واللي رايح على جهنم بده رفقة، والرايح على السماء بده رفقة كمان. عشان هيك يا أخوتي تعالوا نفهم وندرك، نميز صوت الشيطان. صلي معي الصلاة، خلينا نوقف مع بعض تعملوا معروف.